الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير حلم أو رؤية خروج الدم من جسم الإنسان، فتابعونا وما تنسوناش بلايك وشير والاشتراك في القناة، وجزاكم الله عز وجل عنا خيرا. يقول فقهاء مفسرون الأحلام: عندما يشاهد الرأي في منامه خروج الدم من أنفه، فقد تدل هذه الرؤية على حصول الرأي الكثير من الأموال، ولكن هي أموال ليس حلال. وأما إذا كانت المرأة هي حامل ورأت دم غزير منها، فقد تدل هذه الرؤيا على إجهاضها. وإذا رأى الشخص في منامه أن الدم قد ينزل من عينيه من عينه، فقد تدل هذه الرؤيا على وفاة شخص عزيز وغالي. وبينما رؤيت نزول الدم من الأسنان، فقد يدل على مواجهة الرأي الكثير من الهموم والمشاكل والأحزان. وفي حالة رؤية خروج الدم من الوجه، فقد تدل هذه الرؤية على الخير والرزق الوفير القادم له. وأما إذا رأى أحد ما يطعنه ويخرج بيطعنه، يعني بسكينة بخنجر بس دي في المنام طبعا، ويخرج منه دم من مكان الطعنة، فقد تدل هذه الرؤية على تغيير حياة الرائي للأفضل. رؤية الدم على الأرض في المنام. يقول فقهاء تفسير الأحلام: عندما يرى الشخص في منامه الدم على الأرض، فقد تدل هذه الرؤية على أن الرأي هو يواجه في طريقه الكثير من العقبات والمصاعب. بينما رؤية بقع دم على الأرض، فقد تدل هذه الرؤية على أن الرأي هو ليس له القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة، بل هو دائما يقوم باتخاذات القرارات الخاطئة. وعندما يرى الشخص في منامه دم ينزل على جدران المنزل، فقد تدل هذه الرؤية على أن الرأي سوف يواجه خسارة وظيفته، وسوف يعاني من ذلك. في حالة رؤية الدم بالحمام، فقد تدل هذه الرؤية على معاناة الرأي من المرض. بينما رؤية نقاط دم على الملابس، فقد يدل على وجود أشخاص يحيطون بك وهم مخادعون وحاقدون. تنسوناش بقى اخوانا بلايك وشير، وجزاكم الله عز وجل عنا خيرا. وما تنسوش قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة، وأيضا قبل النوم، وأيضا قراءة سورة الملك قبل النوم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.